بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأوامر الخاصة بالتيرمينال. في البداية لازم تعرف زي ما بتقدر تنشئ ملفات وفولدرات باليو آي، كمان بتقدر تنشئ ملفات وفولدرات باستخدام الأوامر. طب وين بيكون موجود التيرمينال؟ هنروح على الفايندر، من الفايندر على الأبليكيشن، وظلك نازل لتحت على اليوتيلز، وهي التيرمينال. في طريقة أسرع أوصل للتيرمينال، بيقول لك سكر التيرمينال، سكر الفايندر، كومن وسبيس، واكتب تيرمينال. هاي انت، هاي فتح لي التيرمينال بشكل سريع. بدنا نغير شكل التيرمينال، هنروح على الشل شو انسبكتر، بعدين لازم تضوي على البروفايل، إذا كان موجود على الانفو روح على البروفايل واختار الشكل انت بدك إياه. فأنا راح أختار البرو وسكر. البرو شفاف، شايفين كيف؟ لين هسا أوضح نقطة مهمة، أنا متأكد راح يكون في اختلاف بين شكل التيرمينال عندي وشكل التيرمينال عندك. طب الإشي اعتياد، طبعا أنا مزبط التيرمينال، عامل فيه شوية كونفيجريشن إنه ما يطلع مثلا اسم اليوزر، الباث، لكن أنت حتلاقي إنه في عندك اسم اليوزر والباث الخاص بجهاز الماك. كمثال هيقول لك مثلا جهازك ماك برو، اسم اليوزر الخاص فيك مثلا محمد. أول حكي أنا كله خافي، لكن مش رح يسببنا أي مشكلة، أنت رح تكتب نفس الأوامر اللي أنا بكتبها. لو بدي أكبر الخط كيف؟ كوماند مع بلس، طلع كيف؟ خط قاعد بكبر. لو بدي أصغره كوماند مع ماينس. بدي أعرف أنا وين موجود، فبدي أكتب ليست. ليست بتوريني أنا وين موجود، اللي أنت في عندك أبليكيشن، دوكومنت. أنا هسا عارف أنا وين موجود. روح على على الفايندر، روح على محمد السيد، هاي هو واقف عند اليوزر الخاص بالجهاز. خلنا أضبط لك الشكل عشان تكون أمورنا واضحة خلال الفيديو. بدي أفوت أنا على الديسكتوب، كيف؟ Change Directory، أكتب كلمة ديسكتوب، طبعا بتقدر تكبس على التاب، راح تكمل لحالها، استخدمها بشكل كثير. Enter، وانت هسه صرت جوا الديسكتوب. خلنا نعمل ليست. انا بس عندي ديسكريبشن، شايفين فولدر ديسكريبشن، هاي ملفات مخفيه مناش فيها. بدي امشي هسه مع بعض فولدر، خلينا نشوف الاوامر اللي راح نتعلمها احنا خلال الفيديو. بتقدر تعمل لها سكرين شوت وتسيفها عندك. في عندنا هون شو فايل تعلمناها قبل شوي، كرييت فولدر، بيقول لك ميك دير نيم فولدر. طيب تعال خلينا نشوف كيف بدنا ننشئ فولدر جديد. قال لي ميك دير ميك دايركتوري، اسم الفولدر مثلا هنسميه تيست، وهي انتر. فالمفروض هي ظهر لي فولدر التيست. حلو. طيب بدي انشئ فولدر جواته فولدرات، بقول لك برضو بسيطه، ميك دير هي دايركتوري داش بي، هنحكي مثلا فولدر 1 فورورد سلاش، جواته راح يكون فولدر 2 فورورد سلاش، عندنا هنا 3 انت. فانشئ لي فولدر 1، جوا الفولدر 1 في عندك فولدر 2، وجوا الفولدر 2 عندك 3. طب تعال نكمل، رينيم فولدر. هون بحكي لك عشان تغير اسم الفولدر اكتب mv، اكتب اسم الفولدر القديم بعدين اسم الفولدر الجديد. فراح نسوي هسه مع بعض، بدنا نفوت على فولدر 1، بعدين ليست، في عندنا فولدر 2 cd change directory folder to tab list. فالمفروض انت هسه جوا folder 2، خليني اوريك اياها بشكل UI. انت هسه جوا folder 2 وشايف folder 3، شو بتحكي له؟ mv زي ما حكينا، طلع معي قال لي mv اكتب اسم الفولدر القديم اسمه 3، بعد هيك اعطينا اسم الجديد نايس انتر. خلينا نعمل ليست وهيو تغير وصار اسمه نايس. خلينا نشوف هون فولدر 2، هاي نايس ممتاز. خلينا نكمل، كيف ممكن انا انشئ ملف؟ خلينا داخل فولدر 2 نكتب touch ونحكي مثلا name file.txt، نعمل ليست
عندك فولدر اسمه نايس وفي عندك نيم فايل دوت تكست. بيرفكت. هون بدي أعلمك بعض الأوامر. عندنا CD هي change directory تدخل جوا الفولدر. change directory دبل دوت بترجع باك. خلينا نشوف كيف. بدي أرجع مثلا على فولدر 1 CD دبل دوت انتر. صرت هسه انت جوا فولدر 1. طب لو بدي أرجع للراوت، ايش هو الراوت؟ هو محمد السيد. كيف؟ CD سلاش انتر. شو أعطاني؟ أعطاني امتداد الديسكتوب فولدر 1 فولدر 2. حلو، بس أنا بدي أرجع للراوت. قال لي بس CD change directory انتر هيرجعني للراوت. لو عملنا ليست وراي الابليكيشن فلاتر كورس، هاي كل الفولدرات عندي اياها. لو بدي احذف انا فايل، كيف ممكن احذفه؟ ريموف نيم فايل اكستنشن. خلينا نفوت جوا الديسكتوب، هاي تاب على السريع. بعدين داخل فولدر 1 سي دي فولدر 1 نعمل ليست. داخل فولدر 2 نعمل ليست، هاي عندنا النيم فايل دوت تكست بدنا نحذفه. حكينا ريموف، اكتب اسم الملف، كبس تاب بشكل سريع عشان يظهر لي الاسم انتر، فالمفروض انه انحذف. نعمل ليست مش موجود. هون بدي افهمك نقطة مهمة، لما تعمل ديليت مش راح يروح على السلة، راح ينحذف بشكل كامل. طب كيف ممكن انا احذف فولدر؟ وعلى سبيل المثال بدنا نحذف نايس، ريموف داش ار واسم الفولدر اسمه نايس انتر، والمفروض انه انحذف. بيرفكت، ما في عندي ولا اشي جوا فولدر 2. خلينا نكمل باقي الاوامر. في عندنا برينت وورك دايركتوري، بيحكي لك انت وين واقف. انت واقف في اليوزر محمد السيد ديسكتوب فولدر 1 فولدر 2. كيف ممكن انا افتح ملف من السي ام دي؟ اوبن نيم فايل اكستنشن، او حتى بقدر استخدم فيها الفولدر. طب خلينا نشوف كيف. لو حكيت لك ليست ما في عندنا اشي، بدنا نرجع باك لورا. سوري، نرجع باك لورا دبل دوت. هسه انت بفولدر 1، بدنا نفتح مع بعض فولدر 2. اوبن فولدر 2، هاي فتح لي فولدر 2 على السريع. طب خليني انشئ ملف هنا. لاتش، خلينا نحكي مثلا نيم فايل دوت، خلينا نحكي HTML. نعمل ليست، بس عندك هسه الملف هون. كيف بدي افتحه؟ الموضوع جدا بسيط. شو اتفقنا؟ قلنا اوبن اوبن، وهي نيم فايل تاب انتر. ليش فتح لي هون البراوزر؟ لانه ال HTML هي اساس بناء الصفحه، فتح لي الموقع وفتح لي اياها عن طريق البراوزر. خلينا نعطي كمان مثال، هاي تاتش، عندك هون نوت دوت تكست، هاي انتر، اعمل اوبن نوت تاب، هاي فتح لي اياها على شكل نوت، واكتب اي شيء بدي اياه، بس خليني امسح. خلينا نكمل. نعمل هسه ايديت فايل، بحكي لك انت ممكن تعمل ايديت لاي ملف بدك اياه من داخل التيرمينال. كيف؟ باستخدام النانو. نحكي نانو نوت تاب انتر، فتح لك الملف داخل التيرمينال. خلينا مثلا نكتب هاي محمد السيد. كيف بدي اطلع؟ اعمل كنترول اكس، بعدين اعمل بس حرف الواي يعني يس واي، بعدين انتر. خلينا نتاكد اني انا سويته صح او لا. اوبن نوت، هل تعدل؟ كتب لي هاي محمد السيد. خلينا هسا نشوف اخر امر عندنا اياه وهو الاكزيت. طبعا انت بتقدر تسكره من هون، بالاضافه بس تعمل رايت كليك وكوت. خلينا نرجع نفتح مره ثانيه. لو كتبت اكزيت هيقول لك تمام انا قاعد اسيب بالسيشن، وراح يضل زي هيك ومش راح يسكر. طب شو الحل؟ الموضوع جدا بسيط. خلينا هسا نروح مع بعض على التيرمينال، بعدين على البرفورمانس، على البروفايل، خلينا نختار مثلا بيسك ديفولت، ونروح هنا على الشيل. هون شو بقول لك؟ دونت كلوز، يعني لا تسكر الويندو.
وبدنا نغير هذا الخيار close if the shell exit. تمام، نعمل close ونسكر، نعمل هون quit ونرجع نفتحها مرة ثانية وخلينا نشوف راح تزبط معنا أو لا. هاي exit، enter، سكر. بيرفكت. آخر أمر بدي أعلمك إياه، خلينا مع بعض هسه نعمل مراجعة سريعة. بدي أفوت مثلا أنا هسه وين؟ هسه الحال أنا وين على الليست، أو ممكن أكتب print work directory. بدي أحكي له فوت لي على الديسكتوب، وكمان فوت لي على فولدر التست. تقدر تكتبها على سطر واحد، هاي صار جوا فولدر التست. كيف بدي أنظف الشاشة؟ أمسحها يعني. كلير. هسه أكيد تسألني في طريقة أسرع أستخدم التيرمينال مع الفولدرات؟ ممكن يكون عندي أنا فولدر جواته فولدر جواته فولدر. بقول لك آه. أول طريقة، سكي بس CMD، ورجع افتح CMD من أول جديد. تعمل drag drop. كيف؟ مثلا CD، أنت حاب تفوت على ملف مثلا فولدر 1 فولدر 2، حاب تفوت على فولدر 2 صح؟ امسك الفولدر drag drop، هيعطيك الباث، بعدين انتر. وهسه انت صرت جوا فولدر 2. طب في طريقة كمان أسرع؟ بقول لك اه. على فولدر 2 اعمل رايت كليك نيو تيرمينال اد فولدر، وهي فتح لك. اتمنى كانت افكارنا واضحة، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو القادم، ويعطيكم العافية.